السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم من جديد في قناتكم فريدة شانيل. كنتمنى تكونوا جميعا على خير وبخير وبصحة جيدة إن شاء الله. هذا الفيديو سنرى شروط وطريقة إرسال ملف الترشيح ولوج الثانويات العسكرية الملكية القنيطرة وإفران 2020-2021. بالنسبة للقنيطرة خاصة بالذكور وإفران خاصة بالإناث. بالنسبة للشروط والاختبار بالنسبة للثانوية العسكرية الملكية اللي في القنيطرة الأولى خاصة بالذكور، وبالنسبة للثانوية العسكرية الملكية الثانية خاصة بالإناث. بالنسبة لتاريخ المباراة هو شهر 6/30/2021. بالنسبة للآج شهر 12/31/2021 14 سنة. بالنسبة للشروط خص يكون من جنسية مغربية. بالنسبة للمستوى الدراسي خص يكون حاصل على السادس ابتدائي في 2020-2021 و ات غوتوني باغ لا كوميسيون دو بري سيليكسيون، خص يكون مقبول من طرف لجنة الانتقاء. هادو بالنسبة للشروط. بالنسبة للاختبارات غيكون في البروغرام ديال السادس ابتدائي. بالنسبة للغة العربية فوكاليزاسيون دان تيكست كيسيون اي ريداكسيون، يعني خصو يكون كيقرا النص يجاوب على الأسئلة ويدير أيضا تحرير ديال الأجوبة. بالنسبة للفرنسية إتيود دي تكست، يعني دراسة النص والتعبير الكتابي. وبالنسبة للرياضيات غيكون هناك تمارين في الرياضيات. بالنسبة لوثائق ديال الملف أنا غادي نشاهدهم باللغة العربية. بالنسبة للوثائق المطلوبة لموسم 2020-2021 الخص طلب محرر من طرف الاب، يعني طلب خطي محرر من طرف الاب او الولي الى السيد مدير الثانويه العسكريه الملكيه المعنيه، يعني اما ديال الذكور او الاناث، وكيحمل العنوان زائد رقم الهاتف ديال ولي الامر. عقدان ازدياد باللغتين العربيه والفرنسيه، يعني دوز اكسخيداك دو نيسونس باللغه العربيه والفرنسيه يعني باللغتين. شهادة مدرسية للسنة الدراسية الحالية 2020-2021. بالنسبة للتعليم الخاص تكون مصادق عليها من طرف المديرية الإقليمية. بيان نقاط الأصلي بالنسبة للسنة الدراسية الجارية يعني 2020-2021 واللي كيثبت المستوى ديال السادس ابتدائي. شهادة طبية تثبت السلامة الجسدية سيرتيفيكا ميديكال، زائد بطاقة تلقيحات يعني كارني ديال فاكسيناسيون. شهادة الأبوة أتيستاسيون دو بارونتي مسلمة من رئيس الوحدة بالنسبة للعسكريين. بالنسبة للعسكريين يعني غيجيبوها من العمل مع الشاف ديال ديكور، ومن السلطات المحلية بالنسبة للمتقاعدين والمدنيين. وبالنسبة للعسكريين المزاولين شهادة حضور في الوحدة مسلمة من رئيس الوحدة. بالنسبة للآباء المدنيين غيجيبوا شهادات العمل أو غادي يدفعوا شهادات العمل من بين الوثائق. شهادة السكنة بالنسبة للمتقاعدين والمدنيين، شهادة السكنة ضرورية بالنسبة لهم جوج يعني سواء المتقاعدين أو المدنيين. نسخة كاملة مصدق عليها لشهادة المعاش بالنسبة للمتقاعدين. بالنسبة للعسكريين المتقاعدين وأرامل العسكريين. 8 ديال الصور فوتوغرافية للمترشح أو المترشحة. نسخة مصدق عليها لبطاقة تعريف الوطنية ديال الأب أو ديال الوالي، يعني يكون في هذه الحالة ليغاليزاسيون ديال كوبي ديال لاكارت ناسيونال. دارفان غريديان من حجم صغير يحملان طابعا من فئة 3-75 درهم بعيد وعنوان الأب أو الوالي. ظرف من حجم متوسط يحمل طابعا بريديان من فئات البريد المضمون، يعني يكون في الحالة غوكوموندي، أي ما يعادل 21 درهم و40 سنتيم. بالنسبة للطريقة ديال إرسال ملف الترشيح غتكون عبر البريد فقط، تقبل فقط الملفات المرسلة عبر البريد لمدير الثانوية العسكرية المناسبة، إما القنيطرة بالنسبة للذكور أو إفران بالنسبة للإناث. إذا بالنسبة للطريقة ديال إرسال الملف غتكون عبر البريد فقط، يعني ما كايناش مثلا طريقة ديال تسجيل إلكتروني. غتجمعوا هاد الوثائق كلهم وغيتم الإرسال ديالهم عبر البريد. بالنسبة للعنوان، بالنسبة للعنوان الإرسال، alors les dossiers complets sont à adresser par voie postale يعني يكون عبر البريد au directeur des alors بالنسبة للذكور غيديروا premier LMR Kenetra، وبالنسبة للإناث غيديروا deuxième LMR Ifran. alors avant le 1er juin 2021 بالنسبة لآخر أجل الإرسال هو 1 يونيو 2021، وبالنسبة للكاشي ديال لابوست هو اللي غادي يبين تاريخ ديال الإرسال.
على بالنسبه لي ريزولطا دي كونكور، بالنسبه للنتائج ديال المباراه، على بالنسبه للقبول، على القبول غيكون نهائي عند تقديم شهاده ديال النجاح، يعني المرور من السادس ابتدائي الى الاولى اعدادي. وبالنسبه للمقبولين سيتم اخبارهم في موادوت، يعني في شهر 8 2021، وبارسال استدعاء اللي كتحدد تاريخ ديال الحضور للمؤسسه. بالنسبه لغير المقبولين سيتم ارسال الوثائق في موان ديال جويي، يعني يوليوز 2021، لكي يتم تسجيل في المؤسسات المدرسيه في الوقت المحدد. هذا كل شيء بالنسبه لهذا الفيديو. انا كنتمنى التوفيق للجميع، وما تنساوش اذا عجبكم الفيديو ديروا اعجاب للفيديو، واذا كنتم من الزوار جدد ما تنساوش دعمي باشتراك في القناه وتفعيل جرس يصلكم الجديد. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.